أنا راح أقلك شوي عن الفحص. راح أخذ شوية الحلايا من الأنق الرحم وراح نشوف إذا في أي شيء ببين أول المرض الخبيث السرطان. الله لا يقدر، ما راح يكون يبين شيء، بس عملوا كتير دراسة ليشوفوا، ولو لقوا إنه إذا بيعملوا هالفحص فيوني يتأكدوا إنه ما راح يصير شيء خطر بعدين. وأكيد أنت بدك تعمليها، بس أنا بس فيني أعطيك المعلومات وأنت بتتكرري إذا بدك تعمليها أريحتك. يعني نحن منقول إنه بعد 21 وبعد الزواج المرأة لازم تعملها كل 3 لـ5 سنين. إيه لا دكتورة، أنا قررت وأريد أسوي هذا الفحص. أوكي جداً. طيب هو بياخد يمكن دقيقة أو لدقيقتين أن ما راح تحسي بأي وجع. إذا أنت جاهزة هلأ فيكي تتمددي وتحطي إجريكي هون وهون. أنا جاهزة. أوكي خدي رياحتك وتمددي بليز. أوكي مددي. وعادة بتحسي بشوية ضغط ويمكن بيكون شوي بارد. اوكي ما خالف دكتورة. إذا أنت بتكوني مرتاحة وريلاكس بيكون أفضل. إي مرتاحة، وإذا عندي أي شيء أنطلج على ما خالف. أكيد. ها هي دكتورة؟ هي كتير سهل كل سهل. سو هلأ أخذنا المسحة وراح نشوف النتيجة وبياخد كم يوم وبعدين نتصل فيكي. إذا كل شيء أوكي then راح يكون 3 سنين لـ5 سنين لتعمليها مرة تانية. شكرا جزيلا يا هو، هسه ارتحت أكثر بأنه سويت هذا الفحص وحتى نعرف نتيجة الفحص. أنا كمان فرحانة. هلأ فيك تبدلي ملابسك. أوكي شكرا.